السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الجديد فيما يخص البطاقه التعريف الوطنيه، لاكارت ناسيونال. لاكارت ناسيونال وليتي ملزم باش تخرج من الدار ديالك تكون في جيبك، ملزم باش ما تخلصش غرامات ابتداء من يناير 2023. وصدر اخيرا بالجريده الرسميه في شهر غشت 2020 مرسوم رقم 22521 لتطبيق احكام القانون رقم 024 المتعلق بالبطاقه الوطنيه للتعريف الالكترونيه. وحسب الماده 16 فانه مباشره عند دخول القانون الجديد بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ تظل البطاقة الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها. يعني اللي عنده لاكارت ناسيونال الإلكترونية حاليا ما غيبدل ما والو، حتى يقولوا لنا بأن صافي رجعت الوقيتة فين خص كل شيء يبدل البطاقة وتعطينا واحد المهلة. حد الآن ما يمكنلكش تبدلها إلى باقية سارية التفعيل ديالها، باقة مفعالة، يعني باقة ما ماتتش، باقة لاكارت ناسيونال خدامة. في حالة وحدة هي إذا كان شي معطى من المعطيات ديالها، بدلتي العنوان، كان شي حاجة ما تبدل فيها، ممكن تمشي تبدلها، ماشي مشكل. ويتضمن القانون الجديد للبطاقة الوطنية عقوبات بالنسبة لكل شخص يبلغ من 16 سنة الفوق، يعني كملتي 16 عام خصك دير لاكارت ناسيونال ولا غيطبق عليك القانون الجديد ديال الغرامات. يعني عباد الله، شحال من واحد الآن راه غالط يقول لا ولدي بنتي حتى تكون عنده 18 عام وزيد واحد شوية غفل عليها وهذه وعاد يدير البطاقة الوطنية. لا، دابا 16 عام تكون كاملة بحالو، بحال مول 18، بحال مول 20، بحال مول 40، بحال مول 60، يعني الغرامة غادي تطبق عليه. ويعاقب بغبر ويعاقب بغرامات ما بين 300 و 400 درهم لكل شخص يبلغ العمر 16 سنة شمسية، يعني كاملة 16 سنة، أغفل عن تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، ما بين 300 و 400 درهم ديال الغرامة، كما يعاقب من 200 درهم و 300 درهم على كل شخص لم يطلب تجديد بطاقة الوطنية. حتى الناس اللي كملت لهم لاكارت ناسيونال كملات تاريخ الانتهاء سالات وما بدلتيهاش، راه غتمشي تبدلها ولا تمشي تحطها يطلبها منك شي بوليسي، ولا عندك البطاقه ميته كما تنقولوا، ما بين 200 درهم و 300 درهم ديال الغرامه. بنادم راه حاليا راه ولاد الحكومه، بنادم باش يطبق القانون تيحكلوا جيبو، اي حاجه فيها غرامه راه غنمشيو نقدو، هذه راه معروفه علينا، إذا قاسوا لنا جيوبنا راه غادي نضابطوا. كما يلزم القانون الجديد أداء غرامة ما بين 100 درهم و 150 درهم على كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابطة الشرطة القضائية بناء على طلب منه. حبسك بوليسي، جات الفارقو دايزة ولا طلبوك لاكارت ناسيونال ما هزاش معك. أنت عندك لاكارت ناسيونال متوفر عليها، الصلاحيه ديالها مازال خدامه، ولكن انت ما هزهاش معاك. عيطتي في تليفون شي واحد يجيبها لك باش تدلي بها للشرطه، عندك غرامه ما بين 100 درهم و 150 درهم لانك ما هزيتيش معاك لاكارت ناسيونال. يعني الواحد خارج من الدار ديالو بحال اللي تيقلب على التليفون، دابا ولاد بنادم شنو تيقلب على التليفون، السوارات، البزطام ديالو. لاكارت خصها تكون في البزطام ديالك، يعني لاكارت فين ما خرجتي، انت في الدار ديالك هبطتي غير على الحانوت تقدا شي حاجة، خص تكون عندك لاكارت هازها معاك. هذا القانون الجديد اللي غيطبق ابتداء من شهر يناير، بقات لي واحد 4 أيام ولا 5 أيام، راه غادي يطبق إن شاء الله بإذن الله. هاد 2023 شلا بوكو قوانين اللي غيطبقوا. هاد الدعم ديال السكن، هاد الاستفادة، ها القانون ديال الغرامات، ها بزاف ديال المسائل في هاد 2023. الله يدخلها علينا بالصحة والسلامة، يا ربي تكون لصالح المواطن المغربي اللي مسكين شنو نقول لكم، محتاج لشلابك وحويجات.
ويهدف هذا المشروع الجدي إلى تفعيل أحكام القانون رقم 0420 المتعلق بالبطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولا سيما المادة 612 المادة 6 والمادة 12 والمادة 14 بين كما من شأنه أن يحدد نموذج البطاقة الوطنية التعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها يعني لاكارت ناسيونال فيها أي يعني أنت هو لاكارت ناسيونال أي حاجة غتيعرفوا عليك سيرتو هاد البطاقة الجديدة دابا راه بدات كتخرج ماشي ما بداتش الناس اللي دابا تيطلبوا البطاقة وداك كتخرج فيها واحد الكود تيعطيوه هناك داك الكود راه كينفعك في بزاف الحوايج واحد الكود تينفعك بزاف الحوايج منها تمشي يعني تقدر غير بارانترنت تيليشارجي بزاف ديال المسائل الإدارية أوراق إدارية ديالك فيها معطيات كاملة عليك يعني الحالة المدنية ديالك راها داخلة في لاكارت ناسيونال هنايا ويذكر سمعوا هذه النقطة مهمة بزاف بالنسبة للغرامات يذكر أنه يعاقب بغرامة مالية من 200 إلى 300 درهم على كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية 200 حتى 300 درهم عندك البطاقة ميتة وتبعوا معايا في حالة المتعلقة بتغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة أو تصحيح مكان الولادة أو رقم رسم الحالة المدنية أو النسب أو تغيير عنوان السكن أو ضياع البطاقة الوطنية للتعريف أو سرقتها أو تعرضها للتلف أو انتهاء صلاحيتها أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية هذه اختيارية كتبقى اللي تيبغي يزيد الزوجة أو أرملة أو أرمل أو بلوغ القاصر 12 سنة اللهم إني قد بلغت لا كارت ناسيونال ولا شي حاجة اللي ضرورية ما كاينش نسيتها ما كاينش راه بقات عندي في الدار ما كاينش راه تقادات ليا نسيت حقا راه تقادات المدة ديالها وانا نسيت لا ولات شي حاجة ضرورية لأن هاد المسائل هادي راه حنايا شوف راه حنا ما بقاوش ديما حنايا نبقاو نطعنوا في الحكومة ونطعنوا في هادشي راه في صالحنا هادشي راه في صالحنا راه ولا البنادم البراني ما كنعرفوه ما كيعرفنا بنادم كيجور ما كنعرفوه الله اعلم واش معانا ولا ضدنا من الشرطه تدير خدمتها من حقها توقفك في الطريق تقول لك عطيني البطاقه الوطنيه ديالك نعرفك شكون انت نعرفك مغربي نعرفك منين جاي نعرفك فين غادي نعرفك هادشي هادشي راه في صالح الشعب المغربي وفي صالح السلامه ديال المواطن المغربي السلام عليكم.